مرحبا بك المتابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. نور مار فاجأ المتابعين بستوري كان متواجد فيه بالمستشفى، وهذا ما أدى لقلق المتابعين وبشدة. ليصرح نور مار أنه حيخبرهم كل التفاصيل بعد حين، فشو رأيكم شو ممكن يكون صار مع نور مار؟ أما غيث مروان فهو متواجد حاليا بلبنان وعم بيشارك ستوريات عديدة من مغامراته من هناك، فشارك هالستوري لاثنين من أصدقائه خطبوا وعلق بي اليوم أنتو وبكرة أنا، فشافها البعض كتلميح لاقتراب خطوبته، فشو رأيكم أنتو؟ وإشاعات خلاف وانفصال أنس الشايب وبيسان إسماعيل ما زالت مستمرة، ولحد الآن الجمهور ينتظر الحقيقة وتصريحات من طرفهم، ولكن اختار الاثنين عدم الحديث عن هذا الموضوع لحد الآن. فبيسان إسماعيل فاجأت الجميع بتحضيرها لمفاجأة جديدة على الأغلب حتكون أغنية، فظهرت بالاستوديو من خلف كواليس التسجيل. فشو برأيكم عم بتحضر بيسان إسماعيل؟ أما أصالة المالح فشاركت صور من احتفالها بعيد ميلادها 27 برفقة عائلتها، وشاركت أيضا الهدية اللي أهداها إياها أنس بهالمناسبة، واللي كانت حذاء من ماركة شانيل العالمية اللي يتراوح سعره حوالي 2500 دولار. فكل عام وأصالة بألف خير. بطريقة جدا مفاجئة فاجأت لانا محمد الجميع بمتابعة قمر الطائي على انستغرام من بعد الخلاف اللي كان بينهم، واللي شافها البعض طريقة للاعتذار والصلح على الخلاف. ولكن قمر الطائي لم ترد المتابعة لحد الآن رغم أنها مرت عدة ساعات على فولو لانا، فشو رأيكم أنتو؟ هل رح ترد قمر الفولو وينتهي الخلاف أم لا؟ وبالحديث عن قمر الطائي فمتواجدة حاليا بالأردن بانتظار الاحتفال بعرس ميكس وضحى هناك، حيث متواجد عدد كبير من المشاهير بالأردن حاليا وخاصة التيك توكرز، من بينهم سارة محمد وناصر السبيعي وهستور وبسملة علاء الدين وغيرهم كتير. فهل أنتم من متابعين مشاهير التيك توك العرب؟ وهل مهتمين بأخبارهم؟ شاركوني جوابكم بخانة التعليقات.